ابدا. احنا لما بنيجي نتكلم دايما بنتكلم بالمنطق والعقل وبالارقام وبالاهداف وبالفيديوهات، وانا دايما متعود مع حضراتكم على كده. فالكلام اللي احنا بنشوفه خلال هذه الايام يجب ان يتوقف تماما، يجب ان تسود الروح الرياضيه. ولكن انا شخصيا طول ما انا موجود على الشاشه وطول ما انا بطلع على الشاشه، اي حد هيتكلم ويقول حاجه كده ولا كده انا هطلع ارد، هطلع ارد وهطلع ارد، مش مجرد كلام وخلاص، لا انا هطلع ارد بمبادئ النادي الاهلي وباخلاق النادي الاهلي، لان ده اللي احنا اتعودنا عليه دايما، وبالمنطق وبالحجه مش مجرد كلام. مش حد فاشل يجي يتكلم ويغلط في لعيبه النادي الاهلي ويغلط في المدير الفني للنادي الاهلي، لا. لكن تنتقد، انتقد براحتك، ما حدش هيقدر يفتح بقه. على فكره دايما لما باجي اتسال ويقولوا لي يا اسلام انت من وجهه نظرك مين صح ومين غلط في النواحي الفنيه، اقول لهم ما فيش حد بيقول في ناحيه فنيه حاجه غلط. ليه؟ لان من وجهه نظر فلان الفلاني المحلل الكبير ان هو لما يطلع يقول ان لازم النادي الاهلي كان يهاجم، مفيش مشكلة، قول اللي انت عايزه، لكن دي من وجهة نظرك، هي مدرسة، هي مدرسة. لكن هل انت عارف ان انت لما هتهاجم ايه اللي هيحصل ورا في دفاعك؟ هل انت مدرك ان ده ممكن يحصل؟ ده بقى كلام فني بنتكلم فيه. لكن تطلع تتريق وعلشان الجمهور ده ما يزعلش منك والجمهور ده مش عارف ايه، تطلع تقول كلام مش صحيح او تشوه النادي الاهلي او لاعيبته او جمهوره او مجلس ادارته، لا ما ينفعش، ما ينفعش. ومش انا لوحدي اللي هتصدى بالمناسبه، 80 مليون اهلاوي ممكن يتصدوا لمثل هذا الكلام. حضرتك انا بلعب في كاس العالم، حضرتك انا بلاعب الدحيل كسبته، لعبت بايرن ميونخ اتغلبت 2-0، اديت شوط تاني جيد، جيد مش جيد جدا عشان بس انا عارف كلامي اصله بيتاخد، فشوط تاني جيد كان ممكن جدا، كان ممكن جدا 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 ان احنا نعمل حاجه اكتر من كده، ممكن، ولكن ده من وجهه نظري، من وجهه نظر حضرتك. لكن من وجهه نظر المدير الفني، ان لما انت كمدير فني للنادي الاهلي ورايح تلعب بايرن ميونخ وتتفرج على مباراه البايرن وبرشلونه، برشلونه نادي برشلونه اللي فيه ميسي افضل لاعب في العالم على مدار 10-15 سنه، انا مش بتكلم على اي نادي تاني، انا بتكلم على افضل، تاني افضل نادي في العالم او تالت افضل نادي في العالم دلوقتي. وفي النادي برشلونه ده في افضل لاعب في العالم، افضل لاعب في العالم اللي هو ميسي. بايرن ميونخ كسبهم ازاي؟ ان برشلونه حاول ان هو يرجع في المباراه، فقعد فضل يهاجم، فكل شويه جنابري يروح، من اللي بيلعب بقى ناحيه اليمين يروح، واللي بيلعب ناحيه الشمال يروح، وليفاي يحرز اهداف، وكيميتش يحرز اهداف، وده يحرز اهداف، وده يحرز اهداف. فرقه كل عناصرها قويه. تخيل حضرتك ان روكا بيطلع بينزل توليسو، تخيل حضرتك ان بيطلع جنابري بينزل ساني، تخيل. هي دي الاسماء اللي بتلعب. طبعا هل اتضح ان هناك فارق؟ هل اتضح ان هناك فارق بين الكره الاوروبيه والكره العربيه؟ الفارق واضح جدا، وبرده مش كلامي، ده كلام المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني. هو واضح ان في فروق واضحه جدا، حتى في القيمه التسويقيه. ده مش من النهارده بالمناسبه، ده من مئات السنين او يعني من منذ ان بدات كره القدم وحتى الان. تخيل حضرتك القيمة التسويقية لبايرن ميونخ 879 مليون، 879 مليون يورو، والنادي الأهلي 25.5 مليون يورو. تخيل، أنا بس بقول لك لعيب واحد ب 90، جنابري ب 90 مليون، والنادي الأهلي كله ب 25 وشوية مليون. ده ليس تقليلا من النادي الأهلي، ولكن هي دي إمكانياتنا، وهو ده أسلوبنا، وهو ده الطريقه اللي احنا بنلعب بيها. احنا دايما كاهلاويه بنعتمد على ده الاول، بنعتمد على القلب، بنعتمد على قلبنا قبل ما نعتمد على اي شيء اخر، بنعتمد ان احنا عندنا جمهور يهز الدنيا ويهز الجبال.